ما حكم السفر بدون محرم للعمرة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يمنع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وبعضهم يجوز للرفقة الآمنة، من يجوز مع الرفقة الآمنة، يقول: لأن أزواج النبي خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج، والله أعلم.